سيتم تدمير الجليل وسيصبح الجولان أرضاً قاحلة، وسيغادر سكان حدود إسرائيل منازلهم وينتقلون من مدينة إلى أخرى كبدو، ولن يكون هناك عفو ولا رحمة. هل تصدقون أن هذه الكلمات المرعبة للإسرائيليين هي مصدر سعادة وتفاؤل لبعضهم؟ كيف ذلك؟ سنشرح الآن. بعدما التهمت النيران جبال وغابات شمال فلسطين المحتلة بصواريخ حزب الله التي أطلقت من لبنان، وحينما كان الرعب يسيطر على الشمال الإسرائيلي وسكانه، خرجت دانا فارون وهي صحفية يهودية أرثوذكسية متطرفة على القناة 14 الإسرائيلية لتقول: هذه أشياء مكتوبة في المشنة وأنا سعيدة بذلك ومتفائلة. والمشنة هي مجموعة نصوص تلمودية من الإرث اليهودي الشفوي، والتي كان اليهود وما زالوا يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع، وتأتي في المقام بعد التوراة مباشرة، ويظنون أنها ترتفع هي أيضاً إلى النبي موسى، لذلك يسمونها أيضاً التوراة الشفوية. وفي حديثها تعليقاً على حرائق الشمال قالت فيرون: يحكى أنه عندما رأى الجميع ذلك وبكوا، ضحك الحكام عكيفة أمامهم، فقالوا له: لماذا تضحك؟ فأجاب: إذا حدث ذلك فسيحدث كل شيء. המשנה מתקיימת בנו כפשוטו. אני שמחה מהדבר הזה, זה כמו עם רבי עקיבא שהוא ראה את השועל יוצא מקודשי הקודשים, כולם בכו והוא צחק, אז אמרו לו: למה אתה צוחק? הוא אמר: אם זה יתקיים אז הכל יתקיים. אז אני אופטימית, הכל עוד יתקיים. סיר סעדה والتفاؤل هذا يعود الى ما هو مكتوب في تراكتات سوتا الفصل 9 المشנה 15، والذي يفصل ما سيحدث في الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح بالنسبة لليهود وفقا لإحدى النبوءات التي يؤمنون بها. وتقول النبوءة في المشنة: سيضطر سكان حدود أرض إسرائيل إلى مغادرة منازلهم والانتقال من مدينة إلى أخرى كبدو، ولن يتم العفو عنهم، وسيتم تدمير الجليل وسيتم تنفيذ الحدود، أي أن الجليل سيدمر والجولان سيصبح أرضا قاحلة. لذلك يعتبر اليهود المؤمنون بالتلمود والمشنة بأن الخراب الذي يرونه اليوم سيجلب زمن المسيح المخلص، وهذا الشر سيخرج منه أمورا جيدة. فهل يساهم حزب الله اليوم من حيث لا يدري بخلاص يهود إسرائيل وتحقيق أمانيهم المزعومة؟